سيد هويدي، أنت تحدثت عن خطوط حمراء غير مفهومة كما قلت تعطل استئناف العلاقات السياسية بين مصر وإيران. هل تتفهم الانزعاج المصري مثلا حتى على مستوى الشعب، يعني ما يقال مثلا المظاهرات التي نظمت مؤخرا في طهران ضد مصر ضد الرئيس مبارك، يعني هل تتفهم هذا يعني أم هذا لا يعني لا تنتبه إليه مثلا؟ لا، أنا لا أراه يعني شيء مزعج كثيرا. ليس مزعجا أن يخون رئيس دولتك لا وأن يطالب بعض المتظاهرين باغتياله؟ لا هذا كلام لا أقبله. لم يخونه أحد؟ لا، إذا حدث هذا فأنا لا أقبله. ولم يطالب المتظاهرون في إحدى المراحل باغتياله؟ لا، إذا حدث هذا كلام لا يليق. طيب، لا يجوز. وبالتالي أنت في هذه الحالة المظاهرات الاحتجاجية أنا أقبله. لو ثبت هذا الكلام فأنت يعني مرار من إيران. أعارضه تماما. طيب، ماذا عن رفض إزالة اسم قاتل السادات من أحد شوارع طهران؟ تقبل هذا؟ معقول أيضا؟ يعني أنا وأفلام عن اغتيال ما يسمى الفرعون. لا اسمح لي، لا أظن، أنا أرجو أن تكون يعني أكثر إنصافا. طبعا. ماذا تعني؟ يعني ماذا تعني بفيلم؟ من الذي عمل هذا الفيلم؟ جريدة عملت في من فيلم وثائقي، جمعت مجموعة من الصور وألصقتها مع بعضها ثم حولتها إلى فيلم. هذا لماذا تحاسب عليه الدولة الإيرانية؟ يعني إسرائيل بتفعل أكثر مع كده مع رئيس مبارك، ولم نغضب من إسرائيل وغضبنا من 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 من, من إيران. يعني أنت تقارن إيران بإسرائيل؟ لا تضعني في هذا السياق، لكن أقول في الحالة في هذه الحالة يا سيدي، في ممارسات يتم التفاهم ثم اسم شارع، يعني هل مستقبل، هل علاقات الدول الكبيرة تقاس أو تعالج بممارسات بهذه التفاهة؟ اسم شارع قالوا في إيران، أنا ضد أنه هو هذا يحدث من جانب إيران، لكن قالوا حينما عقد مؤتمر قبل إسلامي إذا وصل الرئيس مبارك فسيرفع اسم الشارع في نفس اللحظة. هذه ليست قضية سيدي. طيب إذا كنت في استراتيجيات سيد هويدي، إذا كنت تعتبرها موضوع تافه، لماذا يعني لا يزيلونه ويزيلون هذا الموضوع التافه من منظورك؟ يعني أنا هذا يسأل فيها هم هناك، أنا لست أنا أسأل فيها. أنت طيب سيد هويدي، على المستوى العربي الآن يعني ننتقل من مصر، هل تتفهم أيضا مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة في موضوع قضية الجزر التي تحتلها إيران؟ هذا السؤال تاني. الجزر الثلاث في الإماراتية، هل تتفهم هذا أنه مطلب عربي ويجب أن تقف أنت مثلا إلى جانبي؟ أنا أتفهم هذا وأتفهم ملابساته أيضا على الجانبين العربي والإيراني. أين موقفك منه؟ يعني هل تجد بأنه موضوع يعني يجب أن يحسم لصالح هذا أو هذا؟ يعني هل تعتقد أنها أنا لست قاضيا حتى أطالب يعني لا كمفكر يعني كشخصية تتابع الأحداث؟ يعني أنا شايف أولا إذا ثبت أنه للعرب حق فلابد أن يأخذه. واحد. اثنين، انه هناك اتفاقيات بين الشارقة وإيران في عهد الشاه بتنظم الموضوع. ثلاثة، هناك تقدير بان هذه الجزر اذا سلمت للدولة الامارات فسوف تتحول الى قواعد امريكية موجهة الى ايران. وكأنك تقول الإيرانيين ابقوا على هذه الجزر حتى لا ينتقل اليها الامريكي. في فرق بين تفهم الموقف والموافقة عليه. هل سمعت بما تسمى الخلايا الإيرانية النائمة في الخليج؟ تردد هذا في الصحف، وإذا صح فهذا خطأ ينبغي أن تحاسب عليه إيران وأن تقلع عنه. وهل خطأ أم صواب أن يهدد بعض القادة الإيرانيين بضرب دول الخليج إذا أمريكا مثلا أو إسرائيل يعني تصدت لإيران في موضوع الملف النووي؟ هذا موضوع مشكل. أنا طبعا لا أوافق على ضرب دول الخليج، لكني لا أعرف كيف ستتداعى الحروب، وهل الضرب سيكون الدولة ولا لقواعد أمريكية في منطقة الخليج؟ وكأنك تقول بأن ضرب قواعد أمريكية في دول الخليج من جانب إيران مسموح به، هذا ما تقوله؟ لا، كأنك أنت تقول أن ضرب إيران هو المسموح به. لا، أنا أسألك في الواقع، أنا أسألك في هذه النقطة بالذات التي ذكرتها. ميزت بين ضرب الدولة وضرب قواعد في الدولة. أنا أعتقد أن في هذه الحالة إذا قامت الحرب فكثير من الخطوط التي نتعامل معها بحذر قد تتحول إلى ضرورات من ضرورات الحرب. سيدي هوادي، أنت قلت بأن حسني مبارك ليس فلتة تاريخية وهناك أمثال له يمكن أن يحكم مصر. نعم. مثل من؟ احنا في 80 مليون في مصر. يعني اذكر لنا اسم، يعني 80 مليون لن يحكموا جميعا، ولكن اذكر لنا بعض. ولا مليون نستطيع. طيب. انا اقصد تحديدا ان الرئيس مبارك قيادة وطنية وقدراته عادية، وهذا يتوفر لآلاف موجودين في مصر. طب لو كان لديك الخيار وأنت مواطن مصري في نهاية المطاف، من ترشح لكي يخلف الرئيس مبارك؟ لم أستعد لأسماء من هذا القبيل، ولست مستعدا لأن أحرج أحدا ممن أعرفهم، لأنه أي أستاذ جامعة محترم وطني يستطيع أن يكون رئيسا للجمهورية في مصر. هل تعتقد بأن جمال مبارك لديه المؤهلات لكي يترشح؟ لا أقول توريث، يترشح لي. لا أظن هذا. لا تعتقد أن لديه المؤهلات؟ ليست لديه. لماذا؟ يعني ما هو احنا بنتكلم على مواقف،
لأن أولا هو موقف، ولكن يجب أن يدعم مثلا بمعلومات، أليس كذلك؟ يعني لا نستطيع أن نقول فلان ليس جيدا وهكذا. يقدم نفسه الآن، يقدم نفسه على أنه يقدم ينفذ برنامج الرئيس مبارك. طب إذا كان هينفذ برنامج الرئيس مبارك، نحن لسنا بحاجة إلى بديل عن الرئيس مبارك. هل تقول بأنه عند لو صار رئيسا سينفذ يعني سياسة الرئيس مبارك؟ هكذا يقول، وأنا أظن هو يقول صحيح. هذا يقول، هذا ما يقوله، وأظن أن هذا صحيح. سيدي هودي، أخيرا في مقابلة تلفزيونية اعتبرت أن ارتداء زوجتك للحجاب من عدمه مسألة حرية شخصية. نعم. في إحدى المحطات الفضائية. نعم. لماذا إذا دافعت دفاعا مجيدا عن الحجاب في الأزمة الفرنسية والتركية، وهاجمت شيخ الأزهر في الواقع لأنه اعتبر قضية الحجاب مسألة داخلية في فرنسا؟ يا سيدي، أنا أقول هناك فرق بين أن تختار المرأة أن ترتدي حجاب أو لا تختار، وبين أن يفرض عليها أن تخلع حجابها. أنا مع حرية الاختيار وضد الإجبار. وأنا قلت أن إلزام المرأة بخلع حجابها لا يختلف كثيرا عن إلزام طالبان للسيدات بارتداء الشادور أو الحجاب. الإلزام، أنا ضد الإلزام ومع حرية الاختيار.